ها أم جاك شو رأيك؟ قسوة التعب قسوة. كم ساعة صار لكم بالطريق؟ من الساعة 8:30 وهلا وصلنا، لكن مرينا بعدة أماكن. عدة أماكن وكل منطقة أحلى من الثانية. يا الله يا الله رحلة من العمر يا ميت أهل مسار كتابها مسك إشي بهبل. طبيعة جمال مش طبيعي. أنتم الآن مع قرارات للسياحة، أنتم الآن مع قطعة من الجنة. شكرا. المهم احنا سواحنا مرتاحين كثير. مش شوي الطريق شوية بعيد فعلا، 170 كيلومتر يبعد عن يلبان، لكن لأنه احنا نتوقف في عدة أماكن ما نطلع دايركت من يلبان إلى جيرموك، لأن إذا طلعنا مباشر من يلبان إلى جيرموك تستغرق الرحلة مالنا 3 ساعات ونصف الساعة. سواحنا مرات يكون معانا أطفال حتى لا يتعبون، فنتوقف في عدة أماكن تاريخية سياحية دينية، ننزل يزوروا المناطق يتصوروا ويأخذوا صور تذكارية، ولذلك تستغرق رحلة مالنا 4-5 ساعات 6 ساعات. الآن نحن في منتجع جيرموك، استمتعوا بالمشاهد. عندنا واحد من الجايدية مالنا وقع من فوق هنا ضرب اتكسر فطيه. والله يلا تعالوا وراي. لا هنا اكو صبة على هذا الصبة اللي اتكسر، بس اتكسر فطيه. يلا تفضل ورانا. ابو مجد بس على كيفك، لا يزق رجلك. هذا الشلال بالشتاء يجبر اكيد، يجبر قطعة ثلج. أنا جاي شايفه أكيد. أريد أذكركم بأنه عندنا جروب من عنكا ومن أربيل إن شاء الله راح يوصلونا بشهر السابع. بصراحة اسم الشركة ما أعرف، اللي راح اسمه شخص أبو دلال، حاولوا تتصلون به، هو في أربيل أو في عنكاوة ينظم رحلات للعوائل. أريد أذكركم بأنهم مستعدين أن نستقبل جروبات للعوائل، الجروبات خاصة للعوائل أو عوائل على انفراد VIP. ممكن نستقبل عوائل VIP، نخصص لهم سيارة مع مرشد سياحي مع سكن في أحد الفنادق في يريفان، باكيج متكامل. لكن قبل ما نهيئ هذه الأشياء كلها أنتم لازم يكون تتصلون بنا مسبقا وتأخذون الموضوع بشكل جدي، تقررون يوم وصولكم ويوم ذهابكم، وبعد الاتفاق يتم تحويل جزء من المبلغ كعربون لكي نتمكن من ترتيب الباكيج. وفي حالة عدم استلامنا العربون لا يمكننا أن نلتزم معكم بأي وعد. تحية للأردن. الصوت عالي. تحية للأردن. من درس
ابو جاك منذر، ابو جاك منذر. يلا اللي يحب يجي لارمينيا خليه يشوف حيله. احنا ما دام انجي راح ناخذها بيت هنا، ما راح نخليها ترجع بعد. شكله هيك. انا ما عندي مشكله، مستعد اسكن هون. رانتك انا كل منطقه بشوفها بقول لك ما تسكن فيها. احنا سواحنا يزوروا ارمينيا يقولون احنا بعد ما نغادر راح ناخذ بيت هنا ونستقر. اهلا وسهلا بكم. امور طيبه ابو مجد؟ لا والله ممتازه. لا اشي حلو 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 يستاهل. راح الدوخة، راح الدوخة وراح طبعا يا أصدقائنا الأعزاء. راح نضطر أن نتوقف عن الإرسال باللحظة، راح ننتقل إلى المياه الحارة، لأن عندنا الساعة بالأربعة وخمسة لازم بعد عندنا مكانين ثلاثة نزورها حتى نقدر نطلع من هالمنطقة قبل ما يصير ظلام. تحياتنا، انتظرونا، تابعونا على الفيسبوك واليوتيوب، قرارات السياحة.